كابتن عادل، الف مبروك. الاهلي لعب افضل مبارياته في الفتره الاخيره واستحق الفوز. وكمان السعاده الكبيره انك تكسب في الوقت ده. بالظبط. ده الروح اللي قلته للكابتن علاء. دي الروح اللي انا سعيد بيها قوي. صح. مهما كان الاداء، انا مش هكلمك على اداء ولا اكلمك على ظروف ولا اكلمك على اي حاجه، بس انت بتطمن على النادي الاهلي من الحاجات دي. يعني دايما عاوز تعرف قوه النادي الاهلي بعد الدقيقه 90. لما انت بتصمم انك تكسب بعد الدقيقه 90، ده بتبقى في قمه عطائك كلاعبين. رغم ان كان الشوط الاولاني انت افضل كتير طول المباراه، لو مقياسا ما بين انبي والاهلي، الاهلي الافضل والاهلي يكسب. حتى الهدف اللي جه من الكره الثابته، يمكن المكسب لما جه 2-1 في الدقايق ده كان اسعد واقوى وبتيال وروحه اعلى وهيجيل. ويعني وانت عاوز اقول لك يا كابتن، يعني يخرجك من اي موقف. يعني احيانا المكسب اللي هو بيجي بصعوبه ده بيكسبك بطولات. مظبوط. وان شاء الله تكون دفعه كويسه قوي لماتش الوداد. وانا سعيد جدا بالرجوع، وسعيد جدا باللعيبه جدا، وسعيد باللعيبه الصغيره اللي لعبوا وما كانش خايفين. صحيح. حتى اللعيبه الكبار، سعيد بعلي معلول، سعيد بكل اللعيبه ان هم يرجعوا في الوقت ده. صحيح. الحمد لله. يعني حاجه كويسه.